وانت صغير لما ماما تقول لك ها هقوم لك ايه يعني؟ ما كل الامهات لازم تقول هقوم ما لك. عمره ما تنفذ التهديد ده. يعني انا كنت بقول كده ان هو ما فيش ما بيتنفذش اللي هو هقوم لك طب ماشي ها ما بيحصلش حاجه. واحنا بنخاف طول عمرنا ما فيش مره واحد اتجرى قال ايه طب اتفضلي قوم يا ماما هقوم لك. لا انهارد الحته دي نفسي. الحته دي وهو بيتكلم عن ماما بشكل بريء. الحته طب استاذن انا بقى. لا لا احنا موضوع مراتك ده هنأجله عشان تبقى هي موجوده. ماشي. انت عارف حضرتك انا مثلا ايه بلاحظ كده شويه ان الامهات عندهم تهديدات مش مرعبه بالمره وجمل كده غريبه وسرياليه حبتين ما تفهمهاش خالص. يعني مثلا تهديدات من نوع ايه؟ تقول لك هقوم لك ولد هقوم لك. طبعا اولا هي عمرها ما نفذت التهديد ده خالص وعمرها ما قامت فعلا ولا عمرها هتقوم من مكانها. اصل انا بالنسبه لها اتفه بكتير من انها تبذل المجهود ده علشان يعني بعدين افرض انها قامت معلش يعني ايه الرعب في كده؟ مش فاهم. واحده ست زي القمر كده زي ماما ومعهاش سلاح الا يعني الابره بتاعت التريكو ولا حاجه وهتقوم ومفيش اي مفاجاه في الموضوع لانها بتحذرني بتقول لي هقوم لك. فايه اللي ممكن يحصل لو قامت؟ فين التهديد؟ لو قامت هجري بسرعه واقعد مكانها وخلاص. تيجي ماما برضو تقول لك ايه انا هعيد تربيتك كلها من الاول وجديد. على فكره انا اللي المفروض ازعل واتعصب واقلب الدنيا مش حضرتك. انا الزبون المفروض ان انا جاي علشان اتربى ده كان الاتفاق من الاول. الشغلانه باظت بقى ست الكل دي مش من عندي انا. انا مش هشيل العطله دي. انا مش كفايه ان انا ما خدتش خدمه كويسه وانت مهمتك الاساسيه باظت وباعترافك ويبقى مين اللي يقفش؟ معلش عايزه تعيدي تربيتي يبقى على حسابك وكل واحد يشيل شيلته بقى. يعني ما توفقتيش في المره الاولانيه وانا سكت ما حبيتش اعمل مشكله كمان بتشخطي فيا؟ وبعدين دي المفروض تبقى جملتي انا بقى بالمناسبه. انا الشغل ده ما يعجبنيش اتفضلي عيدي لي على تربيتي كلها من الاول بقى ومعلش ركزي تاني علشان خاطر شغلك يبقى كويس المره دي. وعلى فكره التربيه لو ما عجبتنيش المره دي مش هستلمها. اتصرفي بقى. ماما بقى كمان عندها شويه جمل سرياليه مالهاش اوقات محدده ودي بقى انت ما بتفهمش ايه المطلوب منك او ايه المقصود بالكلام. شويه طلاسم كده بس من ماما بتبقى الطلاسم دي زي السكر. تقول لك انت فاكر البيت ده منسيون تاكل وتشرب وتنام؟ الحقيقه ايوه انا فاكر ان هي دي وظيفه البيوت الاساسيه. دي معلوماتي ان اكل فيه واشرب وانام. انا مش جاي استخرج فحم ولا حضرتك كنت جايبانه غير الديكور. انا جاي اكل واشرب وانام. بس لو في اي انشطه تانية حضرتك تحب ان امارسها انا ما عنديش مانع. يعني في عندكم ايه في البيت؟ في دورات تدريبيه، في نادي صحي، صالون ادبي، تعليم تريكو. انا صحيح كان بقالي فتره عايز اتعلم ياباني في البيت لو عندكم السكه دي اعمل ايه؟ طيب ما انا بلاش انام. او مثلا تقول لك ايه يا اخويا يا ريتك حافظ دروسك زي ما انت حافظ الاغاني كده. يا ماما انت مش هتنبسطي لما تشوفي شاب مراهق بيستحمى وبيدندن مثلا نظريه فيثاغورس. ايه علاقه الاغاني ايه المقارنه دي؟ الحاجات ليه داخله في بعضها؟ عايز افهم. زي ماما برضو تيجي في لحظه كده وتقول لي انا رميت طوبتك خلاص. انا عايز افهم ايه موضوع الطوبه؟ ولما هي طوبتي انا بتعمل ايه عند حضرتك؟ يعني هل شايلها في النيش مثلا لغايه ما تتم 21 سنه؟ طوبتي انا حر ما حدش ياخدها ما حدش يرميها. بعدين انا مأمنك عليها تروحي ترميها كده في ساعه غضب من غير ما تاخدي رايي؟ طب رميتيها فين طيب؟ انا هروح اجيبها واشيلها بمعرفتي خلاص. كده رميت يعني كل اللي بينا انتهى؟ علاقتنا باظت اتدمرت؟ هنقطع الجوابات ونرمي الطوب؟ انا والله ما عنديش مانع ماما تقول اللي هي عايزاه. كفايه اللي انا بعمله فيها الصراحه، لكن كل اللي انا محتاجه ان انا ابقى فاهم بس انا بتهزق من انهي حته.